القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. إنسان تزوج بيقول لصديقه: منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة. في جميل. فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة. فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية. ثم قامت فخطبت. شيء جميل، يوم عرسه في خطابة. قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه، وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت يوم عرسه. فقال: فألجأتني إلى أن أخطب، اضطر رد على خطابه بخطاب، وقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف: زر غباً تزدد حباً. قالت: فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بن فلان قوم صالحون، وبن فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت، فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهنأ حال. قالت: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. ومضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي، إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. يعني نستخلص من هذه القصة أو الأقصوصة الحقيقة التالية: إذا بني الزواج على طاعة الله وفق منهج الله، تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني على معصية الله، يتولى الشيطان التفريق بينهما. لذلك أيها الإخوة، السعادة الزوجية شيء مهم جداً، والإنسان إذا كان في بيته سعيد قد يواجه المشكلات بصبر وبجلد وبحكمة، أما إذا كان في انهيار داخلي هناك مشكلة كبيرة. فلذلك حينما نحافظ على الأسرة حافظنا على وجودنا.